قدي هذا قدي هذا ماشي بقدو ليه باش يطلع. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم حسن اوداود كما العاده من بيجيت خيك ولد اوداود اختصاص ديالنا بيع وشراء الدبعات من السكاره. كنتوجه في مدرسه الدار البيضاء في شارع نورمندي في المعارف. مرحبا بكم سهام في الغداء باغا تصبر. مرحبا بكم الله ييسر لنا وليكم ان شاء الله يا ربي برزق التيسير ان شاء الله. ياك نكتب لكم نمره التليفون ديالنا لا نمره التليفون 06 ياك 06 61 62 74 36 وكاينه 06 72 72 47 68 29 وكاينه 06 18 89 06 18 89 شحال؟ وين جيتي حتى لمرتين وغلطتي 06 18 شحال؟ 18 87 69 30 عيطوا لسهام ولا هذه اليوم مشات لي اليوم والله 06 62 64 36 06 18 87 69 30 نزل يلا انستغرام نتوما حطكم النمرة 06 61 62 74 36 كاينة 06 18 07 89 69 30 ها هذا هو هذا 06 72 47 68 29 ياك اختي مرحبا بك الله يعطيك الخير. وعليكم السلام لندى مرحبا بك. السلام عليكم ناديه الله يبارك فيك وياك كلشي بخير. قضينا مع السوق العالميه ولا مازال 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 ها السيمانه ان شاء الله يبان العربون. بارك الله عليك وشكرا جزيلا على جميع المعلومات تبعين معاك اخبار الذهب. الله يبارك فيك الدنيا. كنتمنى حتى حنا نوصلكم الميساج يكون مزيان والمعلومات اكثر وهادشي اللي بغينا باش تفهموا حتى نتوما شنو واقع. خويا عفاك بغينا نسولك على السرتله ديال الدق المعدنوس اختي معدنوس كيكون كتكون في الدبل القديم هذيك. اليوم اختي الدبل الجرام مرون السوق باقي ما مقادش ان شاء الله غادي تقاد. قلت لك جيت والله ما شاء الله يبيع الذهب الله يبارك فيه. شحال وصل الذهب مازال لويز القديم اللويز القديم عطيته القيمه حتى وصل ما عرفت شحال واصل. نساو اللويز شويه نساو باش يهبط الثمن الله يلا ملي غنبقاو تسولوا عليه تغبر. مساء انوار والاناقه السي حسن الله يبارك فيك على عائشه شكرا بزاف الله عليكم السلام وبركاته بوتينا الله يكبر بك اختي. بالنسبه للجرام اليوم زهره الله يحفظك الله زهره الجرام اختي باقي كيقولوا كاين اللي كيقول 680 690 700 باقي ما كانش الثمن. سي وداود نستافدوا معاك الله يبارك فيك الله يرحمك ربي يخليك. السلام وبركاته من زكين لاباس الله فاطمه الحمد لله نفس الجيج كلشي بخير. شحال الجرام اليوم؟ الجرام اليوم كما قلت لكم اليوم حنت هنا في المغرب اليوم الجمعه كيكون ساد السوق. غدا غادي يبان ان شاء الله ونعطيكم عاوتاني المعلومات ديال غدا ان شاء الله. نتمنى يتقاد الثمن. وبالنسبه اليوم راه درنا واحد الاجتماع اليوم مع الفيدراليه والجمعيات ديال المغرب كامل اللي كيهتموا بهذه الحرفه هذه ويتفاهموا يديروا واحد المقاطعه مده سيمانه اخرى يزيد واحد المقاطعه مده سيمانه باش الثمن يهبط باش تكون ثمن معقول. هذا هو اللي تفهمنا عليه ان شاء الله باذن الله على الماده الخامه. كنهضروا على الماده الخامه يكون ثمن معقول. شحال ديال البراسلي على شكل مسمار؟ كاين اختي كاين بزاف ديال الاشكالات يا ربي تنقص والله ما كرهنا باش يكون ثمن مزيان باش حتى حنا نبيعوا تكون الساعه ما نشري وتكون الساعه نلقاوها نشريوها وحتى حنا نبيعوا على خاطرنا وتكون ثمن معقول والمواطن حتى هو يشري بثمن معقول. هذا هو الهدف عندنا. نعم اختي شي بخومو فيه هنا ورا بخومو مشاوي مثل بخومو. الله يبارك فيك الله يبارك فيك صباح شكرا بزاف الله يعطيك الخير الله يكبر بك الله يعطيك الخير شنتيا. وعليكم السلام. الثمن ديال القديم كل حاجه والثمن بالنسبه للذهب القديم
خمسة قرات عندك خمسة ديال الجرامات العام اللي فات ب400 درهم الجرام. لا لا ما يمكنش سي طريق، ما فهمتش الميساج ديالك. شحال لويز بغيت نبيعهم لويز القديمه. والله العظيم كيما قلت لكم شيلت هذا لويز، انتم الا درتوا عليه واحد الا درتوا عليه واحد واحد توقف غتكون مزيان. صافي يلا تليفون سير ان شاء الله. يلا شكرا. هنا هنا حل احمد حل. انا حاط ناخذ ليهم دبل نظام. برافو زعزان كاين شي خاصني طاقم لبنتي الثالثه وش... ان شاء الله الله يسر ان شاء الله اليوم اختي مريم غنشوفوا لك ان شاء الله. يا الخام غادي تنقص غنحاول ان شاء الله باذن الله الى تفاهموا ان شاء الله ما يكونش هذاك الطلب بزاف على صافي. يلا الله يعاون هذاك الطلب يكون ما يكونش زعما ما نهتموش الحريفيه بزاف. حيت دابا الحريفي كاش كيوقع دابا الحريفي كيبغي مسكين يخدم، هذا خاصو 100 غرام هذا 200 غرام هذا كاين اللي خاصو كيلو كاين اللي خاصو 500 غرام كيمشي وعاد الناس اللي كيمدوا اللي كيبيعوا الماده الخامه. الماده الخامه مثلا كيمشيو بزاف الناس بحال كي كلشي باغي يشري هذاك اللي تيبيع هذاك هذاك واش كتسمح للمضاربين هذوك المضاربين صافي الله يعاون. انت كلشي غادي شنو كيبان ليا هذاك المضاربين هذوك المضاربين اش كيوقع لهم هذوك هما كيبقاو يزيدوا في الثمن حيت كاينين عليهم. دابا هذوك اللي تيشريو الماده الخامه الحريفي اللي كيخدموا به قالوا لهم هذه السيمانه ما تشريوش. جلسوا سيدي تنعرفوا هذوك المضاربين حتى هما يهبطوا الثمن وديك الساعه شريو وخدموا وتكون الثمن معقول. هذا هو اللي درنا اليوم. اللي جاي هذا هو هذا هو واش كاين شي اخبار نزل شويه ورا شويه دابا راه كان 750 700 راه نزل دابا شويه والثمن ما غادي يبان حتى ما غيبان دابا مده السيمانه غادي يبان الثمن الحقيقي ديال بصح واش يكون طالع بزاف واش يكون نازل بزاف. هذا هو داك الشيء اللي كاين اليوم. تنصحنا الساعه حتى نشري قالت لك امتى تنصحنا الساعه حتى نشريو. انا شوف ماشي غنقول لك ننصحك تشري ولا ما تشريش ما نقدرش. حنا كنهضروا على الماده الخامه هذوك هما اللي غيحددوا لينا حتى حنا الثمن حتى حنا برؤيتنا واش نشريو واش نبيعو. علاش نظن عندك تقام اكثر من 1000 درهم للغرام؟ شوف اختي هذاك هذاك التراث القدام هذاك باش تفهمي دابا اللي كيفوت 1000 درهم للغرام هو داك الشيء القديم راه كاين وصلت اكثر في هذاك الشيء القديم هذاك اللي كيتسموا حنا ولا التحف النادر داك الشيء قديم كاين اللي كيبيع لك البياسه كاع ما يبيع لك حتى الغرام هذوك ما كنهضروش عليهم. هذيك كنهضروا على هذا على داك الشيء اللي في السوق اللي هو عادي غادي ورا بصح 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 هذا كلامك صح. لويزا بغيت نبيعوها انت غير لويز دابا كلشي كيقلب على لويز كلشي تا ولا لويز دابا وصل الى قسمتي دابا هذاك لويز صغير فيها 3 غرام كدير 6000 درهم شحال ديك زيت الغرام قسميها قسيها 6000 درهم قسميها على 3 غرام فاصلة 20 راه شحال واصله راه وصلت ها تقريبا شي 1900 درهم الغرام. ودابا لويزا عباد توصل 1900 درهم الغرام راه هادشي خيالي عمرو صاوي شكون اللي جاب هادشي هو اكثر الطلب ديالكم انتوما ما حدكم انتم كيكون عندكم طلب على لويز وعلى مثلا الناس كت... ها شنو هي الله ما سمعتك ماشي مشكل حنا بغينا ان شاء الله مازال غادي يجي خصها ثمن يتقاد صباح ياك الله يبارك فيك. هو نتمناو نتمناو ان شاء الله باذن الله. شوف حنا بغينا اي معلومه تكون عندنا نبارطاجيو معكم ياك. قالت لك فاس المحل ديال الذهب ديال الذهب سدو ورا شوف راه راه الذهب راه هو اقتصاد ديال اقتصاد كاين الفلوس وكاين الذهب راه هو اقتصاد ديال البلاد راه بزاف ديال الذهبيه وبزاف ديال المحلات خدامين وبزاف راه هذا راه اقتصاد راه ماشي ساهل. الى تقدينا ونظمنا هاد بالنسبه لحنا كحريفيه وتنظم الحرفه وتقنن والمواطن راه تقدينا حنا كحريفيه والمواطن راه المواطن غادي يتقد لهم الثمن ويكون الثمن معقول. الله يبارك فيك ابو حمزه الله قال لك الدم فين بين فوزك ياك. والله يعطيك الخير حنا نشوف اللي كاين معقول غادي نقولوه لكم ما هادشي غادي نقول لكم بحال شي انا السيمانه كاع حنا ما نبيعوش حنا والله ما عندنا مشكل يكون غير الثمن يكون معقول وتكون الاثمنه في متناول ديال السوق متوازن مع السوق العالميه هذا هو اهم. نعم والوزي راه هذا هو دابا الوزي اللي كاين دابا في السوق راه الثمن طالع بزاف. الا كان الثمن اللي كاين في السوق حنا دابا راه هذا الشيء اللي بغينا حنا اللويزه الكبيره والصغيره دابا راه في السوق راه نقارضوا والثمن خيالي. علاش؟ راه الطلب ديالكم انتم هو اللي كيخلي هذا الشيء يطلع
راه نتوما الا ما بقيتش كتسول على دلويز، من دلويز هذا؟ دلويز راه ديال كما قلنا حنا ديال فرنسا ماشي ديالنا حنا. اسيدي ما نشريوش كاع حنا، اش غيوقع؟ الا ما شريتوش نتوما ما غاديش غيولي كثير وغينزل الثمن ديالو، وديك الساعه شريو. ولكن نشريو بالعقل. هذه ما تنقول لكم اي حاجه كيكون كما يكون ماشي ذهب ولا الحوايج ولا الخبز ولا الدقيق ولا كيكون فيه على الطلب كيرتفع. حنا بغينا داك الطلب، هذا هو اللي بغينا حنا الا قدرنا نوصلوا ليه مقاطعون. هذا هو ان شاء الله. اليوم شحال وصل الدب الجرام؟ اليوم سد السوق، اليوم ما كاينش الثمن اللي هو ما باينش حيت مسدين. غدا غادي يبان ان شاء الله باذن الله. لا قلت لك يرجع ل 600 درهم. لا دابا الماده الخامه اللي كاينه على حسب السوق العالميه 620 درهم، 617 درهم. حنا الا طاح ما بين 630 650 درهم راه مقبول معقول، فايتين 20 درهم 10 درهم. حنا ما كرهناش نتقدم مع السوق العالميه، حيت حنا في المغرب ما عندناش بلاصه مثلا كحنا الا بغينا الماده الخامه نشريوها قانونيا ما كايناش. حنا راه حتى اليوم هاد النقط هادو راه في الاجتماع اللي درنا اليوم في الفيدراليه والجمعيات اللي كاين اليوم، اجتمعنا على اساس نرسلوا الادارات باش يسهلوا علينا باش يكون عندنا الماده الخامه في المغرب. هذا زعما هادو من الحوايج اللي باش يكون ثمن عالمي، يكون ثمن ديال المعقول. هذا هو اللي بغينا حنا يكون ان شاء الله. ونشتي في العقار السوق طال على السماء، الله يجعل الله يجعلهم يا امين امين اختي ياسمين، امين يا ربي امين. انا مقاطع هذا الشهر هذا. ومريم شوف حنا ما كرهناش كلشي قطعوه انتوما فهمتي، حتى حدا انتوما قطعوه حنا نقطعوه يكون الثمن معقول وديك الساعه نشريو. واش غادي نتسناو غادي نشريو؟ واش غنقول هذا الشيء اللي ما غنقدر نقول لك واش تسناي ولا ما فهمتي؟ ما نقدرش نعطيك شي حاجه اللي حنا هذا الشيء قلناه. وانتوما بالنسبه حدا مثلا كنخدم مكان هذه البياسه هذه ها هي مثلا، هذه انا وريتها لك، انا عندي غير منها بياسه وحده، حتى انا نقدر انا ما قصدتش نبيعها لك. نقول لك اختي تقاد السوق فهمتي، يمكن غنقول لك انا بغيت اسيدي نشريها من عندك دابا حيت البياسه ما غنلقاهاش. دابا هنا فين كيكون انا داك الشيء ثقيل صراحه، وداك الشيء ثقيل وداك الشيء سميتو ما بغيتش نبيعو دابا حاليا، حيدناه علاش يتقاد السوق ونشوفو حتى حنا شحال باش غنبيعو وتكون السلعه موجوده. حتى حنا ملي كتكون السلعه موجوده راه تنبيعو، ملي ما كتكون السلعه موجوده انا مثلا بعدا قلت لكم ديك النهار بعتي وشديتي الفلوس وانت ما لقيتيش ما تشري، راه حتى نتوما مثلا كتسمعوا الذهب، حتى المواطن العادي مثلا كيسمع الذهب طلع حتى نتوما ما كتبيعوش ياك، ما كتبيعوش الا ما كنتو نتوما كتبيعوا لينا ياك، حتى حنا اش غادي نبيعو؟ حتى حنا راه ما غنلقاو ما غنبيعو. اذا راه كتكون السلسله دايره، كتلقى الذهب تيدور، القديم الجديد كلشي تيدور، خدامين ولا معامل حتى هما خدامين تيصايبوا لينا تنبيعوا. هذا هو اللي زعما الخلاصه ديال هادشي كامل. قلت لك في الذهب ديال الطاليان ارخص من المغرب على حساب من؟ لا بالعكس، الثمن العالمي دابا راه بحال بحال تقريبا، هذاك الشيء هو اللي بغينا نوصلوا حنا، يكون ثمن عالمي يكون معقول. هو الشيء اللي كاين. المهم اليوم خدينا واحد السلعه زوينين تاهما غنوريهم لكم وان شاء الله بما ان شاء الله. شحال هذيك النباله غزاله يا اشراق بغيتيها؟ لا يعني دايره 8 المليون، 8 لا فور هاي ولكن قديمه، عند من هنا بياسه وحده بحال دابا هذه كتكون بياسه وحده. امين. المهم غادي نوريكم السلعه اللي شريت الذهب في اوروبا رخص من المغرب. ايوا حنا ما كرهناش يكون الذهب نتوما رخيص عندكم ويكون حنا رخيص عندنا، يكون ثمن واحد هو اللي بغينا. حمراء بزاف عيال فانتش الكره جاوبني بليز اخي حسن، شريت واحد الرادكو ولكن الذهب احمر بزاف. ماشي مشكله بوش راه الذهب الاحمر تا هو راه هو الذهب زوين، كاين الاحمر والصفر والبيض ثلاثه الالوان، يكون عيار 18 راه مزيان. قال لك في ايطاليا 65 اورو الجرام. نعم اختي السلام وبركاته، الجرام اليوم جزاك الله خيرا. اختي بالنسبه للجرام اليوم راه ما كاينش الثمن اليوم، غدا غادي يبان حيت السوق ديال المغرب كيكون سد اليوم ما كيكونش الثمن. غدا السبت عاد كيكون الثمن، السبت كيكون الثمن والحد والاثنين تما كيبان لك الثمن شنو كاين. نقدر من هنا للثمن غيبان لك الثمن ديال السوق شحال داير بصح. شكرا لكم بزاف، انا غنكد لكم هاد السلعه اللي خدينا اليوم ان شاء الله. الحمراء واخا باذن الله الله يسر امور. المهم ها انت كاين هاد النبله هادي، هادي خديتها في الدلاله
ديك النار مضاربين عليها حتى هي زوينه وقديمه. ها هي هذه راه قديمه، بياسه قديمه ما شاء الله. ها هي نوريها لكم السلسله المفتوله. عندي وحده راه خديناها اليوم. فينا هي ديك السلسله المفتوله؟ كرافاج عندك السلسله؟ السلسله بوحده فينا هي ما عطيتهاش ليا السلسله الكرافاج بوحده. لا هي لا هي واحد السلسله كرافاج ديكرادي. ها هي كاينه هذه، هذه يلاه خديناها حتى هي اليوم. ها هي كدير 20000 درهم، 2 المليون. ها فاك عندي السلسله المفتوله. ها اللي بغات شي حاجه تغيد، انا بغيت نشتري كرومي تجاني الثمن غالي. واش قلت لك دابا اللي جاه الثمن غالي هاد السيمانه بحال هاد السيمانه ما يشريش، حتى يشوف السوق اشنو دار. ها هي عندي واحد البيس ديال ديامو. ها هما تا هما خديتهم انت. كاين هذا، كاين هما ديك البيس ديال ديامو، كاين هذا الخاتم، وكاين هذا كلهم ديال ديامو. يلا خديتهم اليوم. ها هاد ثلاث الاخوات ديال هادي فيها، باقي ما درتش لهم الثمن. هذا هذا راه فيها بوحده شي جوج كارات تقريبا. هذا زوينه هذا كله. واخا انا غادي نقول هذا ان شاء الله. لا عائشه مرحبا بك، الله يبارك فيك اختي. نجي ناخذ النباله. جي لا فاطمه خذي النباله. جي جي. ها هما عندي جوج ديال النباله. ها الطاليان راه غير 14 كاره اللي داير 600 و50. اه ماشي هاك عيطت دابا في الطاليان قالت لك غير 14 الكاره اللي داير 65 اورو. 14 الكاره. شوف راه بالنسبه لاوروبا بعدا عندهم واحد القضيه زوينه، كي دايرين بحال دابا اللي كيجي الدب غالي، هذوك عندهم عيار 9 كاره وعندهم 10 كاره وعندهم 14 الكاره. بحال دابا الا جاك 18 الكاره غاليه كتشري 14 الكاره. راه تا شي واحد هنا في المغرب طالبين زعما الدولة دير لهم 14 الكار باش نخدموا حنا 18 الكار. 14 الكار علاش؟ باش يكون الثمن رخيص. هادو كاينه في اوروبا هما عندهم العيارات على حسب، حيت الدب ملي كيغلى كتهبط كيهبط العيار. العيار كيكون رخيص، كتشري عيار 14 الكار ولا 9 الكارات ولا 10 الكارات كيكون رخيص. ما 18 الكار دابا 21 مثلا كيكون طالع. هادو كديك الساعة كيكون عندك انت لو شوا اللي بغيتي تشريه تشريه. مي بعدو كاينين بجوج هادو. هادي هادي ثقيله دايره شي 12 مليون. 12 مليون هادي 12 فور، ولكن راه هادوك هادو قياسات قدام. ها ها انت عندي واحد قول حيت خديناهم اليوم. ها هما كاينين جوج، كاين هذا وكاين هذا. هادي يلا خديناهم اليوم. كاينين جوج قدامين راه حتى هما طلعوا لهم الثمن حتى هما اكثر من القياس. ها هما هانت كاينه هذه وكاينه هذه. هادو بالحيات اللي هما قدامي. كاين هذا اللي فيه هذا الشكل هذا داير، وكاين هذا اللي فيه ها هو. اييه هلا لا نعم اش قلتي ليا؟ نصحنا ولدي الله يسهل عليك. واللي بغى يبيع، اللي بغى يبيع شوف اللي بغى يبيع اللي غنصحو يبيع دابا صراحه. اللي بغى يبيع دابا هذا هو الوقت فين يبيع، حيت يقدر دابا إذا كان هاد الثمن دابا يقدر الناس يقدر الدب يهبط، يقدر الدب يهبط على حسب دابا هاد هاد أسيدي. قلت لك المغرب راهم مهبطين في الكارا. لا عيار 18 ماجدة ماشي يهبط، راه كاين 14 الكارا وكاين 9 الكارا وكاين 10 الكارات. بالعكس حنا راه 18 الكارا راه عيار طالع. هذا قلنا الثمن. ها المهم هادو كاينين بوحد، كاين هذا وكاين هذا. هاد الجوج يلا خديناهم. إذا كانت شي وحدة ما قلت لك ها هو هذا بوحده وهذا بوحده. نعم اختي قولي لي ما حرف طنجة ان شاء الله. لا هي دحنا لا لي اختي اضرب لي البرد، خرجوا عليا دوب لاكمي والله تقتلتوني. غادي نمرض لكم صافي مشيت فيها عاد بقات. ها هو ابو الحكيمين جوج ديال بوحدهم يلا خديناهم ياك. ها انت واحد النسر حتى هو زوين وقديم. ها انت شوف شوف انت هذا تا هو بياسات زوينين. ها كاين هذا اش كتسمى هذا؟ السردوخ. السردوخ كاين هذا وكاين هذا، جوج بياسات هما زوينين. ها كاينه هذه الثمن ديالها شحال؟ كذا كدير 8 المليون، 80000 درهم هذا الصغير. ها هو 80000 درهم 8 المليون 8000 فورو. وكاينه هذه دي ثقيله شويه دايره شحال؟ شحال هذه؟ هادي 21 مليون هادي. الله الله ياك اللي كامل 21 هادي درتي ليها هادي.
دي 21 دابا كاين بياسه بياسه زوينين هادو ها انت وريهم لي كيتحل الله هذا راه كيتحل من هنا اللي كيتحل من هنا الشيء 21 مليون هذا ولكن راه ثقيل هادو كلهم بياسات زوينين قال لك رفاج ها هو وري لكم هذاك رفاج هذا هادي واحد السلسله بالخميسه الثمن ديالها كدير 9250 درهم 925 اورو 9250 درهم كاينه واحد السلسله ديال رافينيتي هي غزاله وغوز ها هي الثمن ديالها كدير 21000 درهم هاهي 21300 درهم 2 المليون وشحال 2 المليون و 2 المليون و 26000 ريال هاهي 2 المليون 26000 ريال عافاك كل الحسن شحال الثمن ديال بولحيه الثمن ديال بولحيه هي ملي كتعطيكم الثمن واش عندك شي سرتله ورينا لا سرتله ماشي سرتله لا والو عندي ثلاثه ديال المفتولين هما اللي كاينين والو السرتله قلت لكم انا راه السلعه ما كايناش راه بحال هكا السرتله دابا ديال اللي بقات وحده ديال الدباج اللي عندنا ها هي دايره ثلاثه ديال الدباج مفتولين دايره الثمن ديالها 6500 اورو 6 المليون وأونس عاد غزال استردوخ دوخني بشرى ولا دوخك اجي خودي يلا حسن شرح لينا واش نشريو الذهب دابا ولا نتسناو وانا ما كرهتش نتسناو واخا حنا غنبغيو نبيعو ياك وانا كنتسناو نتسناو نشوف السوق اش اللي داير حتى الا تسنيت حنا غنلقاو السلعه دابا حين السلعه كما قلت لكم راه ما كاينش السلعه اللي غنشريو واش الذهب غادي يطلع ولا غادي يهبط والله بشرى شوف غادي يهبط غادي يهبط تنكونوا مع السوق العالميه وديك الساعه الا طلع على برا حنا كنمشيو مع السوق العالميه هادشي زوين يا لا مريم زوين هادشي واش تشري من عند اسراق وجيب هذيك الخزينه اللي عندك داك تي قلتي بغاتي تبيعي يا وي وقت فاش تبيع هذه دايره 21300 درهم 2 المليون و 26000 ريال هذه الثمن ديالها دايره 20000 درهم 2 المليون 2000 اورو واخا انا نشوف لك هاد الخميسه السلسله والخميسه دايره 9200 درهم 925 اورو ها هي هادو عندي واحد الكروميت ديال الكلو زوينه الثمن ديالها كدير 8600 درهم 860 اورو المحل اختي كنتواجدوا حنا في مدينه الدار البيضاء في شارع نورموندي في المعارف فين كنتواجدوا ها انت واحد الحلقه تاهما زوينين ديال الروزاس ها انت ها هما هادو راه خديناهم هي والسميتو ديالهم والشوكه ديالو ها الحلقات حتى الخاتم كاين ها الحلقات مرحبا ان شاء الله باذن الله يتنقص تجي شري ديك الساعه كتصيفطوا لاسبانيا لا ما كتصيفطوش غير لاسبانيا هذه الشوكه دايره 17200 درهم 1720 اورو مليون و100 مليون ونص 44000 ريال اللي دايره هاد الشوكه ياك هاد الحلقات دايرين 26000 درهم ياك وكاين الخاتم ديالهم فينا هو ها الخاتم ديالهم بوحدو الخاتم كيدير 4800 درهم الخاتم بوحدو 4800 درهم 480 اورو ديما ترى فيه الشوكه الحلقات كلهم فيهم الروزه حره هادو محال هند وطنجره قريب ان شاء الله بلاد قلت ثمن مع الجرامات الجرامات كاينين الثمن والجرامات والقياس مالين الخارج دايرو مقاطعة شري والخارج أحسن بحال بحال علاش الجالية كتشري في المغرب علاش الجالية كتشري في المغرب حيت شوف عندنا الموديلات بحال دابا هادو ما كاينينش في برا وبالأخص البلدي البلدي ديال المغرب راه ما تلقاش في شي بلاصة أخرى سبحان الله العظيم عندنا في المغرب هما عندهم بزاف الرومي اللي عندهم الكروميت ديال الكلو دايره 8600 درهم هذا الكروميت ديال الكلو دايره 8600 درهم 860 اورو 172000 ريال هذا الكروميت نعم هادو كلهم كما قلت لكم ها الخاتم هادو الحلقات راه زوينين الحلقات ها هما فيهم هذوك البلوطات هابطين نعم وكلهم فيهم الروزاس نعم لله صافي بغيت تهضروا لينا على شنو غادي نهضر لكم على اش الحيديا على اللؤلؤ الحر القديم اللي كيتباع غالي اختي ديك الاحجار الكريمه عاوتاني داك الشيء بوحد داك الشيء الاحجار الكريم هذيك الاحجار اللؤلؤ والمرجان والامرود والروبي والسفير هذو كلهم عاوتاني بوحدهم هذوك نبني من الله تحيه خالصه
الله يبارك فيك نزيل بن ملال، مرحبا بك سي محسن، تحية وتحية الناس كاملين اللي كانوا حضرين في الاجتماع في جميع المدن المغربية، الناس ديال الجمعيات والناس كنشكرهم بزاف صراحة على اللي عندهم الغير على هذه الحرفة هذه، والناس معقولين اللي بغاو ينضموا هذه الحرفة ونحيدوا الغش ونحيدوا يكونوا معقولين ونبيعوا الناس حين الذهب، راه الناس عندهم رزقهم وباغات تسري مثلا المرأة ولا العيالات أمهاتنا وخواتاتنا اللي باغين يسري في الذهب فلوساتها خدامة عليهم وبغات تستمر تخبيهم في الذهب، حنا خصنا نكونوا معاهم معقولين ونكونوا معاهم صادقين، نبيعوا لهم شي حاجه بثمن معقول وتولى خبات فلوسها النهار باغا تبيع تلقى ما تبيع، هذا هو الهدف ديالنا على هذه الحرفه هذه. نعم اختي قالت لك مريم واش نجي ولا بلاش. مريم اش غنقول لك، والله اختي ما قدر، شوفي انت بغيتي تصبري شويه صبري ما عندهاش مشكل، صبري حتى السيمانه الجايه مرحبا عاوتاني نشوف شنو غادي يدير. نعم اختي نعم، امين امين امين، الله يجازينا يجازينا حنا وانتم ان شاء الله. قلنا هادو دايرين 26000 و300 درهم بالنسبه للثمن ديال الغرام حاليا، دابا راه كاينه ما بين 680 700 درهم الماده الخامه، وكاين اللي كيقول حتى 720، ولكن ما غادي يبان هادشي حتى الغدا ان شاء الله غادي يبان. عندي واحد ديال لويز، ها انت كاينه هاد البراسلي فيه لويز ديال 10، وكاين هذا حتى هو، هذو كلهم ديال يلاه خديناهم اليوم ياك، هذا البراسلي وهذا هذا البراسلي فيه جوج، وهذا نعم اختي فاطمه من اكادير شكرا لك بزاف على التوضيحات، الله يبارك فيك يا فاطمه من اكادير شكرا لك. وعندك عيار 24 كاره؟ لا اختي عيار 14 كاره هذا ما عندناش، لا ديال ديامو هذا، هذا فيه جوج الكارات مازال ما درناش فيه الثمن. السرتله شحال فيها من غرام؟ السرتله اختي فيها 75 غرام. المسكيه المسكيه كاينه ولكن ما هذيك ما درناش اللي ديال هذيك المسكيه. لا مازال المسكيه كان بالدرهم، وانا كنقول بالدرهم وكنحاول نبسط بالدرهم وبالريال وبالاورو ياك. وعندي هاد الحلقه حتى هما ديال لويز، ها هما دو كلهم ديال 10 ديال 10 ديال 10 فرو. بغيت 24 ماشي عيار 14؟ لا لا اختي من هذا ما عندناش اختي، حنا في المغرب كنبيعوا غير عيار 18 اللي عندنا كنبيعوا. خويا واش الذهب ما غاديش ينزل؟ وشكرا على صراحه ديالك، الله يبارك فيك اختي سعيده، كما قلت لكم تنتمناو يهبط ان شاء الله باذن الله، الا درنا هذه الخطه اللي درنا يقدر يهبط ان شاء الله. ولكن بالنسبه يهبط الذهب راه ماشي عاوتاني غادي يهبط بالنسبه للبورس العالمي، حنا دابا باش نكون توافقوا مع البورس العالميه اللي هي كدير الماده الخامه 620 درهم تقريبا اللي كاينه دابا، بعض المرات حنا كنفوتوها بهذيك 10 درهم 15 درهم 20 درهم كتكون مقبوله، ولكن باش نفوتوها ب 100 درهم كتكون بزاف. نعم اختي مضمه اختك نوال من فرنسا، الله يبارك فيك اختي نوال مرحبا بك. بالنسبه اختي نوال المضمه اللي عندي دابا، عندي ثلاثه المضم اللي دابا حاليا، ها هي كاينه هذه ياك، ها هي وكاينه هذه، ثلاثه ديال المضام بغوش بالحجر، اللي بغوش اختي بالحجر عندي هذه فيها حجره وحده، ها هي كاينه هذه وكاينه هذه، هاد الجوج كاينه هذه دايره 17000 درهم و200 درهم، مليون و144 الف ريال، مليون ونص 44 الف ريال. واش ما كيتباعوش السبائك ديال في المغرب؟ لا بالنسبه للسبائك كيتباعوا خاص الحريفيه، قالوا ديال المغرب ديال السبائك كيتباعوا الحريفي هو اللي عنده الحق يشريها ويخدم بها، يخدم بها ترجع بحال هكا ترجع خدمه. نعم لا هذه الثمن ديالها، هذه الثمن ديالها 13000 ديال لويز، ها هما هادو دايرين هادو 21200 درهم، هذا 21200 درهم، جوج المليون و24 الف ريال، ها هو قد واش تشتري عندي سبائك الذهب؟ اه كنشريهم اختي، اه كنشريهم حنا كنشريو كندوبهم تنخدمو بهم، نشريهم من عندك مرحبا. هادا ديال 21200 درهم، جوج المليون و44 الف ريال، هادو راه زوينين فيهم الفروج القديم ديال العشرة. بالنسبة للخاتم اللي في يدك، الخاتم اختي كاينين هذا، هذا ديامو، هادو كل مازال ما درتش ليهم الثمن، هذا ها ما هذا راه ديامو وهذا ديامو، هادو كلهم هذا مازال هذا فيه الروزة، هذا كيدير 4800 درهم،
480 اورو 96 الف ريال. هذا مازال ما درتش هذا، فيه السفير وفيه الامرود وفيه الروبي وفيه اللي ديامو الوصاوة، زوين وثقيل راه عريض. وهذا فيه جوج الكارات، وهذا حتى هو ديامو، باقي ما درتش ليهم الثمنات ثلاثه هادو، يلا خديناهم. وعندي واحد الكرمي حتى هي غزاله، ها هي حتى هي فيها لي ديامو، ها هادي فيها لي ديامو هنا وفيها لي ديامو هنا، ها هي كتجي بحال هكا. نعم اختي خيا، واش داك ليبره مزيان؟ اه مزيان اختي داك ليبره، بالعكس دابا كيكون ثقيل وكيكون صحيح، الا لقيتي غير شري مزيان. حنا باش تنصحني، سمحي لي باش تنصحني، الرادكو السرتلا اشوف اختي، الرادكو لقيتي الرادكو مزيان، لقيتي السرتلا مزيان، لقيتي كله ذهب زوين صراحه. ها انت هادي غورميت مسيرتها بلي ديامون هنا ومسيرتها من هنا، ها هي كنت هي مازال ما درتش لها الثمن، خديتها مع هاد السلعه هادي كلها اللي كيما مازال ما درتش لها الثمن. هادي اللي بغاو كاين هادي فنه هادي وزوينه. نعم اختي انا غادي نوريك كلشي، غادي نوريه لك. هذا البراسلي هذا فيه اللويزة ديال العشرة، تا هو كيدير 16500 درهم، 1650 اورو، مليون و 130 الف ريال هذا، ياك مليون و 130 الف ريال هذا. وعندك هذاك اللي فيه جوج، فينا هو اللي فيه جوج البنات هزيتو اللي فيه احمد راه لي. وكاين هادو، هادو حلقات ديال اللويز، هذا فيه جوج ديال اللويزات، تا هو ديال العشرة كيدير الثمن ديالو 27200 درهم. قلت لك انا ما عندي التريال وكنتفرج اللايف ديالك ما عرفتش علاش. وماشي مشكل، حتى الا ما شريتيش دير المعلومه، تفرج على مع راسك. قال لك لما شريت نزا ياك، هذا كيدير قلنا جوج المليون و100، جوج المليون ونص و44 الف ريال، فيها جوج اللويزات ديال العشرة ياك. وعندي هاد الحلقه حتى هما هادو زوينين، فيهم اللويز ديال العشرة، ها هو ومغلفين من اللور. شوف هادو هذا ولا هذا؟ عطيني هذاك وعطيني هذا. هادي هو ربعه تاعك. الله يجازيك بخير، بلاتي الله يجازيك بخير. نعم اختي نعم اختي، واخا انا نقول لك قريب نشوف خاتم، خاتم السفير مزيان، ها هو خاتم السفير، ها هو راه زوين. الا بغيتي توصل معايا شي وحده في البلاد في هذوك النوامر، وغادير لك يغدير لك الفيديو باش يقرب لكم، اللي ما عجبتها شي حاجه ما بانتش لها مزيان، تواصل مع دوك البنات، البنات اللي معانا في هذوك النوامر، وغادي يعطيوكم الفيديو، يعطيوكم كاع المعلومات والقياس وكل شيء. العنوان اختي رشيده كنتواجدوا حنا دابا حاليا في مدينه الدار البيضاء في شارع نورموندي في المعارف، كنتواجدوا عندنا محل اخر في درب السلطان في قيصرية المنجره رقم 51، وعندنا محل اخر ان شاء الله اللي غنحلوا في طنجه ان شاء الله باذن الله هاد الشهر الجاي ان شاء الله، اللي يسر الامور. قلنا هادو ديال اللويزات، ها هما البراسليات ياك، اشنو عندي مازال في اللويزات؟ قلنا هادو ديال اللويزات، ها هما دور حلقات ولكن راه زوينين، دايرين 18300 درهم. هادو راه شوف كيفاش دايرين ومغلفين من اللور، شوف مسدودين من اللور سامبل، وفيهم اللويزه ديال الفروج من القدام، البياسه ديال الفروج دايره 18300 درهم، 1830 اورو، مليون اونص و 66830 اورو. البراسي ديال الحصيره نشوف لك اختي، ما كرهش امين، الله يرزقنا ويرزقهم يا ربي. شحال المارياج اللي حسن، نشوف الموديل سي حسن، خاطر ندوز السي دابا ديال السفير ديال ها هو، ها هي واحد البرميل اخرى حتى هي زوينه، هذه ديال رفنيتي حتى هي الله باقا جديده عندهم، ها هي هو الثمن ديالها، دايره 23000 اوغوز، 23200 درهم، جوج المليون، جوج المليون و شحال و 64000 ريال ياك. كاينه هاد الكورميت هي زوينه، ها هي هادي عندي السنسله والكورميت ديالها، ها هي هذا الرادكو جداد، هادو الرادكو جداد، ها هما سامبل، تا هو في الهميزات يلاه خدينا عند واحد السيده. هاد كاينه الكورميت السنسله وكاينه الكورميت. مساء النور خويا، شي حلقات ديال تخرام الحضور لا اختي اللي عندي دابا حطيتهما، هاد ها هما ديال الحضور، هاد الجوج اللي عندي دابا اللي حطيت دابا دايرين 26000 وشي حاجه 26. عندي عندك شي سطوار رومي نشوف لك، النص ديال لويز شحال باش كتشري؟ والله اختي ماريا دابا حاليا انا ما كنشريش كاع، عاد بزاف غلا بزاف. مساء الخير تحيه من النمسا، الله الله الناس ديال النمسا مرحبا بهم، النمسا عرفتي تبارك الله النمسا فين؟
النمسا فين يكون فين النمسا؟ اسعار المضام ها هو انا غنعطيك الاسعار ديال المضام دابا نعطيك الاسعار ديال المضام القرفطه مع المضام شي خسروا لي الديكور معاه اختلاف عصير الصابون لا ما عنديش عصير الصابون دابا ها انت شوف واحد البراسلي هذاك الخاتم فين هو هذاك الخاتم ها البراسلي ديك نسيت قاعد البراسلي ديال هذاك الخاتم عندك الخاتم عند من كاين احمد هذاك الخاتم ها انت هذا الخاتم هذا ها البراسلي ديالو ها انت ها البراسلي ها الخاتم البراسلي كيدير 19000 كلهم بيسات زوينين اليوم 1980 اورو هذا البراسلي مليون جوج المليون قل شحال قل 3000 ريال عطيني جوج المليون وحيدي منها 150 درهم 1980 اورو البراسلي القياس ديالو تقريبا 6.1 تحيه الناس ديال كندا مرحبا بك وكاينه نعم 23000 والخاتم اشنو هما 23 هاد القرمه ديال 23200 درهم هاهي القرمه ديالها 26 غرام فاصله 40 دايره 2330 اورو 2330 اورو راه زوينه وباقي نقيه الله يجزيك بخير نعم عم مستر ندخل لهذا الدومين باش تنصحني بشوف بالنسبه اخويا سي احمد دخل الدومين انا ننصحك دخل الدومين زوين كيقول لك حنا كيقولوا لنا الناس الكبار في هذه الحرفه قال لك الحرفه كتكون الحرفه شريفه انت الا ما كنتيش صافي من الداخل ديالك كتلوحك انت كون معقول ذهب صافي تكون انت بحال الذهب باع بالمعقول وكون صافي مع الناس وما تقصش ما تقصش الناس وما تقصدش ما يكونش عندك غير الهدف انت تبيع الكليان ديالك الكليان ديك الساعه لا سيدي نبيع ليه ياك حتى الا ما عجبوش الحال هاك ارى لي يا خويا السلعه هاك فلوسك خصو هو يكون راضي على ديك السلعه اللي يكون وننصحو قبل ما يشري ننصحو شرا مرحبا ما شراش مرحبا حيت علاش انت كتبيع الذهب ماشي كتبيع شي حاجه بطاطا غتخمج ليك ولا كتبيع المطيشه ولا كتبيع سميتو ماشي كنطيحو بالناس الخضاره ولا مطيشه كناكلوها كاملين غير زعما كنعطيك زعما تكون انت صافي ونصح الناس واللي بغى مثلا حيت كاين بعض ماشي كنعمم كلشي كيبغى غير يبيع ليك يمشي الى امتى تخرجتي كيتقلب عليك لا خصك تكون انت صادق مع الناس بحال جا عندك الناس اعطيه وقت وضحك في وجهه وتتعامل معاه زوين وفي نفس الوقت بحال شرا بحال ما شراش تكون الصراحه وخدم مع الناس بالصدق ديالك والله اخواتي الى الحرفه زوينه بالعكس تكون انت كتبغيها تمشي فيها بعيد هذه هو النصيحه اللي غنعطيك اش اللي قلت لي تكون انت ذهب هذاك الذهب كون انت ذهب عاد قبل ما تبيع الذهب كون ذهب والله يسر لك شي غادي نقول لك الله يبارك فيك شكرا لكم بزاف العكس قلنا هذا الردكو هذا ياك الثمن ديالو كيدير 17200 درهم 1720 اورو مليون اونص 44000 ريال وهذه دايره 10500 درهم مليون و10000 ريال هذا الكورميت 1050 اورو ياك امين امين الله يوفقنا ويوفقكم للخير شوف بغير الناس الخير ربي يعطيك الخير هذه باينه في اي دومينه ماشي غير عندنا في الذهب ولا بغي الناس الخير فيما يكون بلاصه في ديالو فوف من موظف في الاداره ديالو يجي يتعامل مع الناس مزيان طبيب ولا فرمليه ولا هذاك مريض خصك تتعامل معاه انت مزيان بانه هو مريض من الداخل ديالك ونصحو من الداخل ديالك ما يكونش الهدف ديالك هو الربح هو الفلوس ماشي غير في الذهب في اي بلاصه في الدومين ديالك في اي نكونوا صادقين في الداخل ديالنا مع الناس مع داك الناس حيت انا اليوم كيبيع الدم غدا نمشي عند الطبيب غدا نمشي عند الاداره غدا غنمشي في اليوم عندي وغدا عندك تعامل معايا مزيان وتعامل القلب ديالك هذا هو اهم حاجه في جميع الميادين يا السيده قالت لك مريم كن انساني وذهب وتعامل بصح كن ذهب فيما مشيتي بصح شكرا لك يا مريم على سميتها هذا بالعكس والله دوز كاين باقي ما درتش لا ما قلتش حتى هذاك ديامو هذاك مازال ما قلتش فين غادي تحل محل في طنجه ان شاء الله غادي نحلو في طنجه في الار درني لكم واحد ستوري ما عرفت ديك النهار كنت تما ودرت واحد ستوري اونفاس مع بن بطوطه كاين واحد بيتزا هو تما حنا في هذاك الصف راه خدامين كنوجدوا فيه ان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم جميع المعلومات ان شاء الله امين امين ابو صالح الله يهدي الجميع امين راك مقبول الله ينورك والله يجزيك بخير ويسر لك امورك امين والله حتى الله يسر امور الجميع 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 يا رب يسر الجميع لنا ولكم ان شاء الله
قالت لك الناس ديال الانجليز كنحيوك، الله يبارك فيك اختي سعيده، سلم عليهم بزاف والله يسر لكم تنتوما. وفيما كاين مغاربه كنفتخر بهم في جميع انحاء العالم، حتى حنايا كنمشيو لاوروبا كيتلقاو من الناس وسميتو حنا كنفتخروا بهم، وشكرا لكم بزاف تنتوما والله العظيم. بالعكس الله يحفظكم تنتوما والله يسر لكم، امين. هو هذا السفير ها كل نظام واخا نظام اللي بوحدها معلقه، واخا انا نقول لك اختي الثمن ديال النظام بوحدها. وها انت كاينه هذا اختي، هذه الثمن ديالها دايره 26 مليون، هذه 26 الفرو غادي تحلوا في طنجة ان شاء الله. نجات غادي نحلوا ان شاء الله في طنجة. اليوم كان السي حكيم رئيس الجمعيه ديال طنجة كان عندنا اليوم وهضرت معاك ان شاء الله، غادي حنا ولينا طنجاويين معاكم. كان حتى هو كنشكرهم على المنبر هذا، وقلنا لي غنوليو في طنجة ان شاء الله باذن الله حدا اونفاس مع بطوطه ان شاء الله، في غادي نحلوا ان شاء الله. هذه دايره 2026 الفرو 26 مليون هذه ياك، هذه دايره الثمن ديالها شحال، دايره 20 مليون ونص، 20 الف اورو و500 الاورو ها هو ياك. وكاين الثانيه دايره 20 مليون، ها هي دايره 20 الف اورو. الله يبارك فيك، صراحه يضربوا لي البرد، ضربني البرد. نعم اختي نعم، الله يجدين عندك تشري الذهب ان شاء الله، الله يجيبك الرزق ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يحفظك، اذا كنت جيت لطنجة مرحبا بك. جيب لينا لويز لحور وبيع لينا بالوحدة. ما جاوبتيني السي حسن، عام اختي بوزرا كل شيء غزال الله يحفظك. شحال الجرام اليوم؟ انا كنت نكمل الجرام غدا ان شاء الله، غادي داكشي اللي غيكون في السوق ان شاء الله ياك، غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. اليوم السوق مسدود، اليوم غدا غادي ان شاء الله غنوركم طنجة ان شاء الله، حتى انتم غادي تنورونا ان شاء الله. الله يعطيكم الخير. بالنسبه للبراستي كاين هذا غوز جولد هو هذا ياك، وكاين هذا البراستي كاختي ايوا شنو اخر، وكاين هذا تاع هذو كلهم ثلاثه غوز جولد ها هما الثلاثه هذو. كاين هذا الفيس كاختي ثقيل وزوين، هذا كيدير 17800 درهم ولكن راه ثقيل ها هو. فيها جاليه سوسيه قديمه من كبار تجار طنجه، والحمد لله لا فاطمه راه الحمد لله راه مزيان يكونوا تما وتا حنا يجيو وتا هما يجيو هنا. بالعكس مرحبا بك الا جيتي هنا، والله تا مرحبا بك. لي باك ديال اليوم اختي كاين هذا والاخرين تريزرفا عندكم، هذوك الجوج ها هما، كاين هذا اللي ديال جوج الكارات والاخرين راه مريزرفين عند البنات. كاين هذا البراسيات كاخت هذا كيدير 17800 درهم، 1780 اورو هذا، حيت كنهضر بزاف صافي راه مشيت. هذه كيدير الثمن ديالو هذا مازال ما درتش الثمن هذا، وهذا كيدير 11500 درهم، مليون و30000 ريال 1150 اورو ياك. زيد شنو قلنا، ها انت كاين هذا تا هو زوين اوغوز، هذا اوغوز كيدير 10200 درهم، مليون و5000 ريال 1020 اورو. الا سعيده انا موجود حمار قالت لك ولينا كنخافوا نشري من كثره الغش في الدبا. دابا شوف اسلام شنو قلنا دابا للسيد، راه قلت ليه انسان خص يكون هو ذهب، هذا داير 17800 درهم راه ذهبي، راه خصو هو يكون ذهب فهمتي، هو من راسو يكون ذهب من الداخل ديالو قبل ما يبيع الذهب، ما نبيعش الناس الغش. راه شي قلت لي راه اللي كيبيع الغش والله ما يزيد قدام والله ما شوف فين هو الصفر، هذا لا او غوز هذا غوز غوز هذا كاين شوف لا داك الصفر من الداخل ديالو خص يكون ذهب، وهو خص يبيع الذهب ما تغش الناس. حيت الا انت ما الا كنت قلبك صافي ربي غيسر لك وربي اجي عندي مثلا شي مثلا نقول لك مثلا هذا داير 1000 درهم للجرام مثلا، ولكن هو انا عارف راه شنو يبيع لك الذهب الخالص وما نغشكش، راه تتسمى هذيك بعدا انا نصحتك وما غشيتكش، راه واخا الثمن انا زايد غنقول لك انا عارف شنو يبيع لك، ربي انت غيسهل عليك. واخا كاع ديك السيده مثلا مشات شرات عند شي واحد اخر ونقص ليها في الثمن وشرات الغش، راه هذاك السيد واخا هي شرات الرخا، ولكن هذاك السيد اللي باع عليه الغش راه ربي هو ما غيسهلش عليه، انت غيسهل عليك الله حيت انت صادق ما كذبتش عليك، كون معقول ما تبيعش الناس الغش. نعم اختي واخا انا غادي نجاوبك اسمحي لي راه كنهضر بزاف. ها انت يا اختي هذا داير 10200 درهم، ها انت هذا ياك ها واحد جاكوار تا هو، ها انت هذا كيدير 14700 درهم، 1470 اورو، تا هي مليون و 4 مليون و 94 الف ريال، هذا ديال الجاكوار ها هو ياك اختي. شنو غنقول لك، السلام عليكم الا خديجه مرحبا بك، ها انت واحد جوج براسيات تا هما زوينين، خديهم عند واحد السيده وقيس صغار هذا هما. رادكو قديم جاوبني، عندكم شي رادكو؟ دوك تقال
غرس غرس كيقول حنا الشيخ كنقولها غرس غرس وبصح انسان يكون غرس غرس عندك الحق والله صافي صافي تشرب معقول هو كلشي انا كنقول ماشي غير ذهبي راه الله يعطيكم الخير ماشي غير ذهبي فين ما مشيتي في اي بلاصه فين ما كنتي في بلاصتك السي اللي كي اللي كي اللي كيشطب خص يشطب من النيه ديالو ماشي غير يدوز لا خص يكون من شطب من نيته من قلبه والله الا غيخلصو هذا هو اللي تل رئيس الحكومه خص يخدم من القلب حتى هو يخدم من القلب ديالو ما مالنا حنا راه ماشي غير طلعت سميته ولا خصنا نقول معقول اللي غيكون في البلاصه ديالو خص يكون من الصديق ديالو من القلب الله حيت الله اللي غادي يخلصك نعم اخويا ها الراد كوات اختي عندنا جوج ديال الراد كوات اللي عندنا تقال هما هذا نعم مالو هذا يذكر اش هذا اختي ها انت قلت لك صراحه اشتريت عندهم سلعه زوينه والمعامله طوب والحمد لله شوف انا كان الله الا اهم حاجه عندنا هو المعامله والثقه ديال الناس اهم حاجه هو هو كل شيء ما قمت الثمن هذيك مازال ترخضها راه ماشي غير ماشي الفلوس هو كل شيء كنقول ديما الدراري اللي معايا تنقول لهم شوف خدموا بنيتكم والفلوس راه غادي تجي تجي الا تعاملتي مع الناس مزيان وعطيتيهم المعقول والصدق ديالك راه شوف والله العظيم حتى هما غادي يشريو من عندك وغيثقوا فيك اكثر واخا يمشي عند واحد اخر يقول ليه الثمن ناقص حيت انت بمعاملتك والفلوس راه غادي تجي ولكن من القلب ديالك نعامل الا سمحي قالت لك غادي نتزوج شنو غناخذ خذيني انا والله يسرك الامور اش غتاخذي بحال هاد خذي عندي شي مضمه خذي عندي شي نضحكوا شويه داري قالت لك رئيس الحكومه غادي يخليها يخليها على الله تا هو شوف بارطاجي لي تا هو باش يخدم من نيتو باش هذوك اللي تحت منو تا هو كلشي يخدم من نيتو باش البلاد تمشي بعيد والله العظيم حتى هاد البلاد باش تمشي بغينا هاد البلاد تمشيو بعيد على هاد البلاد كل حنا في الدومين ديالنا الا كنت صافي وخدمت معقول انا غنزيد بهاد الحرفه القدام راه كل واحد والحرفه ديالو اللي طبيب اللي خياط اللي نجار اللي ماكرا كلشي يزيد لقدام قالت لي قفرتي مع المدام واش سولتني قالت لي اش غناخذ هذا ضحكوا طيب المهم شوف عطيتكم اليوم شويه الموعظه شويه الضحك شويه كاين المدام غتسد عليا قفرتها زيد نعم اختي نعم هاد البرونسيات هادو اليوم راه جيتكم ناشط اليوم لبسعكم كوبليوغرافات قفرتوها واخا ضرب لي برد هذا قلنا الثمن ديالو 8200 درهم 820 اورو هذا 8200 درهم هذا ابيض وكاين هذا صفر ولكن هادو قياسة صغار يكون 5.5 تقريبا هادو ولكن راه زوينين امين امين يا ربي امين والله يكثر من تكالكم تنتوما هذا 850 اورو 170 الف ريال هذا صفر وهذا 164 الف ريال ها هما الراد كوات نقول لك الثمن ديالو صحيح ما كاينش الثمن هذا كيدير هذا كيدير الثمن ديالو 36 الف درهم 3600 اورو هذا ياك 36 الف درهم وهذا كيدير 30500 درهم ها هما الجوج ثلاثه جوج ديال سميتو ها هما نعم اختي امين امين الله يحفظكم انتم يحفظكم وليداتكم امين يا ربي ياك هادو قلنا المضمه انا نقول لك اختي المضمه دابا اختي كنتواجدوا حنا في مدينه الدار البيضاء في شارع نورماندي في المعارف فين كنتواجدوا مدينه الدار البيضاء في نورماندي في المعارف وعندنا محل اخر في درب السلطان قصريه المجرى الرقم 51 فيه ابراهيم وكاين محل اخر ان شاء الله في طنجه والمحلات اللي غادي يجيو ان شاء الله اللي يسرها الامور باذن الله امين نعم كلوا اللي فيه الويزاج كلوا ها هو هذا الروزات ماشي الويزاج هذا كلوا واحد اللي دوز هذا قلنا الثمن ديالو في دايره 26 مليون هذه 26 الف اورو ياك وكاينه هذه دايره 20 مليون اونص وكاينه هذه 20 مليون 20 الف اورو هما ثلاثه ديال المضام كلهم الروزات هذو البابيو هذ جوج البابيو هذو بابيوت هذو 21 مليون 21 مليون اونص ها هما شي ساعة هذيك الساعة ديال الدب تبعت عندكم البنات هذيك اللي دوز هذيك النهار ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ها انت واحد السته ديال الويزات هي زوينه ها هي فيها الحجيرات حرين لا فيها في ربي فيها الله ها هي كاينه هذه وكاينه هاد الكورميت
بلاتي واحد الخوات ما دوزهمش لكم واحد الخواتم ياك. ها انت هادو كلهم بياسات زوينين. ها انت هاد الخميسه هادي فيها السلسله خميسه، وكاينه هادي ديال رافينا تي اوغوز راه تخيله ولكن راه صحيحه هادي. ها هي ها هي السلسله هادي تاهي زوينه. ها ها هي نعم اختي غادي فين محل في طنجه كنت واجد غادي ان شاء الله في طنجه نجات وبشرى للناس اللي في طنجه اونفاس مع المول بالمطوطه فداك الصف فين كاينه بيتزا هود تما فين كاينين ان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجيو معكم كلشي النهار اللي غادي نحلو غادي ان شاء الله ندير لكم واحد الافتتاح زوين ان شاء الله وغنحضركم كاملين وننشط عاوتاني تما كما العاده وان شاء الله وغتبعوني ان شاء الله في جميع المراحل ان شاء الله. وكاينه هذه العلاقه ديال لويز ها هي دايره الثمن ديالها 9000 درهم. هذه علاقه ديال لويز دايره 9000 درهم بوندونتيف بوحده 900 الاورو. ها هي دايره 9000 درهم 9000 درهم شحال 180 الف ريال. هذه الخاتمه هذا في الذهب الابيض في الذهب الابيض كيدير 3200 درهم. ها هو دومي اليونس ياك. ها هي زيد اش غادي نوريكم مازال هذه لويزا ها هما عندي هذه الحلقات راه وريتهم هذا البراسي ديال لويزا حتى هو ها هو كاين. وكاين هاد النبيل قدام ها هاد النبيل تا هما قدامين. هادي دايره شي غزال هادي كما قلت لك كانت في الدلاله في المنجره حاجه ملي كتحفجي في الدلاله ما كنتفرقش معها خصني ناخذها واخا تبقى عندي. دايره 120 الف درهم 12 مليون ولكن بياسه ما شاء الله ثقيله. انا يلا دخلتي ومرحبا بك يلا دخلتي. هاد السلسله هادي هاد الخواتم انت كاين هاد الخاتم هذا غزال لا تنحيد هادي هنا. هاد الخاتم كيدير 5600 درهم ها هو 560 اورو 5600 درهم 112 الف ريال هذا ياك. كاين هذا الثمن ديالو كيدير 9700 درهم 970 اورو 194 الف ريال راه ثقيل 104 لا اه 104 لا 9700 اه 194 الف ريال راه في التيركوا. كاين هذا حتى هو كيدير الثمن ديالو 6300 درهم 630 اورو 126 الف ريال. كاين هاد الورده هاد المارغريت كبيره كيدير 5400 درهم 540 اورو. وكاين هذا ديال الجاكوار ها هو عندي حتى البراستي ديالو الخاتم والجاكوار ديالو ها البراستي ها الخاتم. الخاتم كيدير 5000 درهم 500 اورو وها البراستي ديالو. وكاين هذا حتى هو كيدير 4500 درهم 450 اورو. هادو كلهم خواتم اللي كاينين اليوم السلاسل ها هما اللي كاينين حتى هما كما العاده اللي ما شريت تنزه ياك عصير الصابون اختي. لا والله ما عندي اختي عفاك جاوبني واش عندك شي خاتم ديالاش ديال الشوبار. عندي اختي شوبار عندي سي حسن ديروا لينا شي محل في مكناس ان شاء الله اختي ميم والله ما كرهنا. واش هذيك واش هذيك الحجره فيروز قلتي الحقره صافنا حقرتك ابو شرا قولي الحجره الحجره ماشي فيروز هي هذه فيروز ها هي ولا تيركواز هذه يقول لك اللي كاين فيروز وكاين اللي كيقول لها فين المحل عفاك. المحل اختي كنتواجدوا في شارع نورموندي في المعارف في كنتواجدوا حدا مارشي تسليك القديم دابا دايرين في المارشي ديال الورد ها هو الغوز هو هذا الغوز هو هذا وغوز هذا هو كيدير 5600 درهم 5650 درهم 565 اورو. ها هي براسي مسمار كاين هذا وهذا كاينين جوج كاين هذا كيدير 8200 درهم ها هو 820 اورو. وكاين هذا ثقيل وفيه لي ديامو ها هو هذا ثقيل راه تقريبا فيه شي كدا 20 غرام تبارك الله. براسي غوز جولد براسي غوز جولد ها هما عندي هاد الكارتي هادو اللي عندي ها هو هاد الكارتي غوز جولد غوز جولد هادو كلهم غوز جولد عندي. شنو مازال هادو دي بلدين ها هما. واش عندك شي محل في مراكش؟ لا مراكش لا ياك اختي ها هما. هاد الرافينيتي شنو هو الرافينيتي ما عرفتش هادي هادي ديال الرافينيتي دايره الثمن ديالها شحال هادي دايره 21300 درهم ولكن تبارك الله راه ثقيله هاد السلسله كتكون صحيحه هادي راه كتحل من هنا ها هي كتحل راه كتحل بحال هكا شتيها كتخشى هادي هنا تخشى هادي بحال هكا وكتسد من هنا. نعم اختي عندك شي محل فاس؟ لا لا فاس لا تا هما الاخوان كانوا عندنا تبارك الله الاخوان كاملين ديال فاس كنشكرهم تا هما. واش حنان اش بغيتينا اختي حرام عليك
نعم اختي الجاكوار، ها هو الجاكوار، كاين البراسلي والخاتم ديالو. ها انت الخاتم كيدير 5000 درهم ياك، و سميتو هذا 14700 درهم. لويز اختي شوف غدا نقول نعطيكم الثمن ديال لويز شحال داير في السوق. لويز هو وغنعطيكم الماده الخامه شحال داير. حيت اليوم كما قلت لكم اليوم راه السوق ساد ديال اليوم، حنا كنقول حنا الدلاله، السوق هو الدلاله، كتكون بحال لابورس كتكون الدلاله هو اللي كيعطينا الثمن ديال كل نهار اشنو كاين. غدا نعطيكم ان شاء الله اشنو كاين عاوتاني في السوق باذن الله، نعطيكم واحد مع ديك الوحده نعطيكم واحد الريل عاوتاني، نعطيكم جميع المعلومات. ما بغاش كل لايف كيوليو ما عرفتش. مرحبا كملك عليك عاودي لي عافاك. موديلات ذهب تركيا بالنسبه للموديلات ديال سميتو عندي في الجداد بزاف ذهب، موديلات الجداد والله عندي بزاف بياسات زوينين، ولكن عندي استيعاب في الجديد بياسات الصراحه ما كاينينش، ما كاينينش في الهميزات، ولكن تيتقاد السوق باش ندير نشوف الثمن اللي غادي ندير وغندير لكم عاوتاني الموديلات كاينين بياسات واعرين ان شاء الله خصها السوق يتقاد. قال لك تمشي مليار، الله 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 مليار كاع والله يجيب الرزق علاش لا. يلا نعم الرادكو ها هما الرادكو توريتهم لكم الرادكو جوج اللي عندي ها هما تقارير اه ما كاين واحد كيدير 3 د المليون و 10000 ريال 3000 هو هذا 3250 اورو ياك، وهذه الثمن ديال هذه راه 3600 اورو هي 3 د المليون وشحال 3 د المليون و 120000 ريال. ها هو كاين هذا وكاين هذا السلسله خميسه شحال دايره شي 9000 وشي حاجه، هذه السلسله خميسه دايره 9200 درهم ولكن راه ثقيله كما قلت هاد السلسله علاش ما خديتوش، هادي راه زوينه وقليله، هادي هاهي قليله فين كتجي، هادي بيسة زوينه. الحلقات ديال الفروج كاينين هادو اللي دوزت دابا دايرين الثمن ديالهم 21200 درهم، هاهم 21200 درهم 2120 اورو هاهم حلقات الفروج هما هادو. وكاينين هادو ديال الطاسه اللي فيهم الطاسه بحال هكا راهم مغلفين فيهم طاسه من اللور ومسدودين مسدودين زعما من اللور ومن القدام فيهم الفروج دايرين 18200 درهم 1830 اورو. هادو راه عمرني شفتهم انا هاد الخدمه صراحه قليله، هادي اللي زعما صيب هاد الديزاين هذا راه زوينين زعما بيسات ما دايرينش كيكونوا قلال. هادي زوينه كرافاج ديغرادي الثمن ديالها دايره 2 مليون 20000 درهم. بالنسبه لهادو ها هما هادو ديال اللي وريتكم هذا ديال النسر كاين هذا الكبير وكاين الصغير، هذا الصغير كيدير الثمن ديالو الصغير 78000 درهم 7850 اورو 7 مليون و 170000 ريال، والثقيل ديال شي 21 مليون هذا شي 21 مليون و 21 مليون 21 مليون هذا، ولكن هادو بيسين زوينين ياك. وكاين هذا الكرافاج بولحيه واحد داك وقت التراجير عندهم ها هذا تا هو زوين حق عرفتي الروسي ديال هذا راه عطيني 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 واحد جبت جبت واحد الروسية راه هما لتحت تحت سميت واحد الروسية هذا باع لي واحد السيد البارح واحد الحاج البارح هذا 1970 والله إلا 1970 في الروسي قديم هذا مالك راه كاين تما راه راه ليا هذوك الروسية راه راه هذيك البلاستيكات راه كاينين فيهم لا تحت من تحت من البيرو. الناس ديال طنجة مرحبا بكم ها هو 1970 هذا شحال السيد البارح باعو ليا الله يسريه الامور ها جيبو ليا نجبدها مالك ها والله الا 1970 نجبد لكم نوريكم الروسي ديال لا 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 كاين واحد اخر كاين واحد جوج اخرين ها نعم اختي واش غيهبط ولا سميتو والله ما نقدر نقول لك واش غيطلع واش غيهبط ني حنا وهذاك هذا كله ها هو الروسي ديالو 1970 باقي غادي نشوف الروسي شحال باش خداتو 91 درهم للغرام ها هو كنت مقلق شي بحال هكا غيبان لكم بحال هكا لا كيبان بحال هكا كيبان لا دات
1927 شهر 3 1970 91 درهم الغرام ديك الساعة باش خداته العمر قالت لك قدي في العمر لا فاطمة هو ها هو درا ابو الحياة قدك في العمر شتي بعدا العام اختي الله يعطيك الخير 54 عام شتي ما شاء الله وشوف باقي الروسي هو كيدير احتفظوا على الروسية ديالكم راه شي هاد الروسية راه تا هما تاريخ اللي عندها تروسي ديرهم في شي بلاستيكة بحال هكا وتحتفظ عليهم راه شوف راه غير شي بلاستيكة وتبقى تلوح في هاد الشيء ونساه اي روسي عندك لعب هكا واحد النهار غتوصل عليه من الاحسن جمعوا الروسية ديالكم واحتفظوا على الروسية ديالكم راه مهمين والله العظيم راه مهمين خاصك تجيو لطنجة لا ان شاء الله راه طنجة حنا جايين لطنجة ويلي كتقول لي شنو طنجة حنا طنجة جايين بز منكم حنا جايين ان شاء الله اختي الله يعطيكم الخير والله يعطيكم الخير شكرا لكم بزاف واحد نصوم لكاع ونوريه لكم شوف 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 بلاتي بلاتي كاينه هذه التليفون ديال سميتو الطفاليه ديال يوتيوب سمحوا لي انا ديال اليوتيوب سمحوا لي هذا نصوم لكاع ونوريه لكم هانت كاين هذا اوغوز ديال رافينيتي هانت كاين هذه ديال كتجي تشوكر دايره الثمن ديالها 5800 درهم هذه اوغوز قرطاسه 5800 كاين هذه السلسله هي الحلقات ديالها حتى هي راه نسيت موريتهاش لكم ها زوينين حتى هما هذا في اونصومبل هانت في هذا وهذا هانت هذا الحلقات والسلسله دايرين الثمن ديالهم بجوج 13200 درهم 1320 اورو قيس حتى هما زوينين اوغوز ها هو ها هو سي الحاج ها هما سي الحاج راه كيعيط لي رئيس الجمعيه كيعيط لي دابا سي الحاج راه داير لايف بلاتي سير لايف ونجاوبك سير مختار الله يعطيك الخير اجي المول الجديد اللي في مراكش ان شاء الله انا ناديه باذن الله علاش لا ان شاء الله والله الا امنيه ديالنا كما كتحبونا حتى حنا بغينا نكونوا في جميع المدن المغربيه وداود يكون في جميع المدن في كل مدينه ندير فيها محل ديال الذهب علاش لا والله العظيم هي مكرهنا ولكن الذهب تيبغي كيكون مجهود كيكون راس المال كبير تيكون ما والله مكرهنا تتعامل بالشيكات لا لا الشيكات مثلا ماشي الشيكات اختي فيهم مشاكل وفيهم فهمتي فيهم مشاكل دابا الثقه دابا ما بقاتش باش تتعامل مع شي واحد في الشيكات الا اللي كتعرف فين كاين اختي كنتواجدوا حنا في مدرسه الدار البيضاء في شارع نورموندي في المعارف فين كنتواجدوا الا جيتي لكازا مرحبا بك شكرا لك بزاف الله يعطيكم الخير وشكرا لكم بزاف زعما ما سخيناش بكم والله ما سخينا درنا دابا راه شي ساعه وشي حاجه اللي درنا اي تساؤلات مرحبا بك في امستردام الله يبارك فيك اختي ايمان وصراحه جينا حتى هولندا ما عمري مشيت لامستردام ان شاء الله الا جينا هذه المره ندوزو لامستردام ان شاء الله باذن الله هذه المره الا مشيت كل دوله غنمشي ليها ندير لكم لايف فيها والله ما كرهنا ان شاء الله خصني نخدم عليها حيت كاين مغاربه في جميع انحاء العالم كيجتمعوا كيديروا واحد السيده قالت لي كيجتمعوا تيديروا كيدير تكاش كيديروا بحال واحد الايفينمون اونسومبل كيكون واحد الايفينمون كيكونوا ما كرهش انا نكون حتى انا تمايا ونمشيو لتما حتى حنا ونشاركوا معاهم علاش لا والله ما كرهنا الله يوفقكم ان شاء الله باذن الله تحنا نحبكم في الله والله يعطيكم الخير وشكرا لكم بزاف سلم الحال في طنجه وشي الوجده ان شاء الله تا نزل الوجده تا هما باغينا الله يحفظكم الله يحفظكم امين الناس الوجده بزاف الحمد لله كيتقداو عندنا وشكرا على الثقه ديالكم هادشي كامل وعلى الثقه والله يعطيكم الخير وشكرا لكم بزاف المهم نعاود نذكركم بان الاجتماع اللي خرجنا به اليوم هو الناس ديال الحريفيه تفهمنا بان غادي نتوقفوا ما بقيناش هذه السيمانه نوقفوا على ما نشريوش الماده الخامه باش ينزل الثمن ان شاء الله قلنا من غدا من غدا غادي تبدا قلت السيمانه نشوفوا باش هذوك اللي كيحتكروا الماده الخامه وهذوك المضاربين باش ينزل الثمن باش يكون ثمن معقول الناس المواطنين باش يكون يمكنوا يشريوا باش ما يشريوش الوهم انا غادي يوصل غادي يدير وغتبقى تشري بالغلا يهبط الثمن وديك الساعه ان شاء الله يكون خير المهم اي معلومه غادي نبارطاجيو معكم لقينا خدا عند شي محمد الو
نبارطاجيو معكم ان شاء الله في كل نهار، غندير لكم الفيديوهات وتبعونا ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم بزاف، واي معلومات انتم اي تساؤلات تواصلوا معنا، عطيونا انتم، حنا راكو في المعلومات اللي عندنا نعطيهم لكم، واللي عنده شي معلومه هو يعطيها لنا. وشكرا لكم بزاف وراكم عزاز، شكرا لكم بزاف، تصبحوا على خير. انضمن لي في كتافي، ها هي اختي ديديره 26 مليون، هذه 26 الف اورو، ها هي. مرحبا بك في طنجه ان شاء الله، الله يعطيكم الخير. امين يا ربي امين، والله يوفقنا ويوفقكم الخير، والله ما سخينا بكم حتى حنايا، راه كتونسونا وكتفرحونا. شكرا لكم بزاف. الماده الخامه هي اللي صحيحه، شوف ناديه، راه الماده الخامه هو اللي كنبنيو عليها حنا. ملي كنشريو حنا الماده الخامه وكنعطيها لديك الصناعي يخدمها وكنعطيها انا الثمن ديال الخدمه ديالو، علاش كنبني انا؟ كنحسب الثمن ديال الماده الخامه بشحال، وكنحسب الصناعي شحال، وكتحسب المصاريف انت ديالك، وكتقول الثمن للكليان. اذا كتبني انت على الماده الخامه، ما حد الماده الخامه غاليه، ما حد انت كتبيع بالغلا، الماده الخامه هابطه انت كتبيع بثمن معقول. هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله غدا تكون شي ثمن يكون ناقص ان شاء الله. يلا شكرا لكم، شكرا شكرا بزاف، والله والله ما صراحه فين غتحلوا في طنجه ان شاء الله. طنجه غادي نعطيكم جميع المعلومات ان شاء الله، غادي نحلوا حدا مول بن بطوطه ان شاء الله. يلا تصبحونا على خير، خلينا اللايف مسجل، اللايف كيبقى مسجل في الفيسبوك، في الانستغرام، في اليوتيوب، راه تيبقاو تيك توك اللي ما كيبقاش مسجل فيه، ما دوك كلهم لي بلاتفورم الاخرين تيبقى فيه مسجل. واي حاجه بغيتونا نوامر التليفون راه هما كاينين، حتى جيتوني انا النوامر اللي عيطوا فيها دوزوا لي حسن، راه ندوز نهضر مع اي واحد شي تساؤلات شي حاجه ان شاء الله حنا موجودين. شكرا لكم بزاف، والله ييسر لكم، وما تنساوناش من الدعاء ديالكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تصبحون على خير، اعانكم الله، السلام عليكم.